السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله المشاهدون الكرام، وأهلا بكم. هذه المرة مختلفة تماما عن المرات التي سبقتها في برنامج مساحة حرة. هذه المرة نتحدث إليكم من قاعة غسيل الكلى في مستشفى النجاح الوطني، وهذا المستشفى يقوم بهذه الخدمة بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية التي تزود هذه الخدمة للمرضى. نتحدث اليوم عن شمال الضفة الغربية، اخترنا نموذج هذا المكان. اليوم نتحدث إلى أهل المعاناة. عندما نتحدث عن موضوع زراعة الأعضاء ولا نريد أن نطيل كثيرا، فإننا نتحدث عن عدد من المشكلات. أولا حول موضوع زراعة الكلى والذين يقومون بغسل الكلى، ونتحدث عن زراعة الرئة، عن زراعة القلب، عن كل الزراعات الأخرى. اليوم نضرب مثالا، نستمع إلى معاناتهم من خلالهم، لا نريد أن نستمع فقط إلى كلمات ونبقى في مكاتبنا أو في داخل الاستوديو، إنما آثرنا وواجب علينا أن نتحدث إلى معاناتهم ونستمع إلى أهلهم وذويهم، وأيضا نستمع إلى أشخاصهم الذين يغسلون هنا. قصص كثيرة محزنة وقصص كثيرة صعبة في هذا المجال. في برنامج مساحة حرة سنتحدث إليهم، نعرف معاناتهم، نلامس همومهم في موضوع زراعة الأعضاء. أحدهم وقبل هذا التصوير قال بالحرف الواحد لنا: لو عندنا موضوع بنك الأعضاء لما كنا نعاني منذ أكثر من 14 عاما، نموت في اليوم أكثر من 1000 مرة. هذا ما قالوا. نحن نخجل أمام معاناتهم، لا نريد أن نتحدث عن قضيتهم فقط من ناحية عاطفية، إنما نتحدث عن معاناة بحاجة فعلا إلى حل. هؤلاء الذين هم خلفنا، أي شخص منا وفي أي لحظة من الممكن أن يكون مكانهم؟ للعلم لا أكثر من ذلك. دعونا في هذه المرة نرحب بكم من جديد في مساحة حرة. نتحدث في هذه اللحظة إلى الأستاذ نبيل صبح، وهو رئيس التمريض في قسم الكلى. حياك الله. أهلا وسهلا. شكرا لك وشكرا لتعاملكم. ثانيا بشكل عام، كم عدد الذين يغسلون الكلى في كل مرة؟ أهلا وسهلا فيك. يستقبل قسم الكلى في مستشفى النجاح 270 مريض، 270 مريض في قسم الكلى، على مقسمين على يومين، كل يوم 140 مريض. يبدأ العمل الساعة 7 صباحا وينتهي الساعة 10 مساء. طب هل في ازدياد في موضوع اللي بيغسلوا الكلى بشكل يعني متزايد، ولا بنقص، ولا كذا، ولا شو اللي بيصير؟ نعم، بازدياد مستمر تقريبا 4% كل شهر. كل شهر في 4%؟ نعم. يعني بنحكي عن 4 مرضى كل 4% تقريبا كل شهر، يعني من 8 إلى 10 مرضى يعني تقريبا في مستشفى النجاح. يعني بحكي 4% عم بيزيدوا في كل شهر، بنحكي لنا على 10 ل 12، من 10 ل 12 مريض كل شهر. كل شهر بيجوا بيغسلوا في يعني جداد، خلينا نحكي مرضى جدد. مرضى جدد كل شهر في 12 تقريبا. احنا بنحكي عن محافظة لحالها لسه، محافظتنا. حكينا عن محافظتنا نابلس وقرى هنا. طيب بسأل حضرتك، انه وزارة الصحة تقدم هذه الخدمة للمستشفى وبتقدمها للمرضى. سؤالي لحضرتك انه هل فعلا في معاناة ولا لا عندهم؟ احنا نتحدث معهم، لكن في معاناة حقيقية ولا لا؟ نعم، المريض يعاني من كثير من المشاكل النفسية والجسدية. مريض الكلى يوم بعد يوم بيجي بغسل الكلى عنا، يستمر غسيله 4 ساعات. 4 ساعات هو موجود؟ 4 ساعات على الجهاز. نعم. هاي من الناحية الجسدية، والناحية النفسية بتأثر عليه كمان. من الناحية النفسية إنه الإنسان بحس حاله غير فعال، يعني مريض، يعتبر مريض. غسيل في جلسات الكلى، خلينا نحكي. نعم. في بيكون عندهم معاناة وهم بيغسلوا يعني. نعم، يعاني من نزول الضغط، تشنجات على الجهاز، بزيادة السوائل في جسمه، صعوبة في التنفس، هذا يؤثر على جسمه كمان. طيب لما بنحكي احنا عن زراعة الأعضاء، عم نحكي ضربنا مثال على موضوع الكلى، تمام، في القلب والرئة وغيرها من الأعضاء الأخرى اللي الإنسان بحاجة بالفعل إنه يزرع فيها أو يكون في بنك فيها. شو خلينا نحكي، شو اللي بيحكوا لك إياه المرضى، شو اللي بيحكوا لك إياه أهلهم؟ المرضى هون بيقترحوا إنه يكون في بنك أعضاء في فلسطين، وإحنا نفتكر إله في بنك الأعضاء في فلسطين. المرضى يعني دائما بيطلبوا انه يكون في تبرعات من الحوادث السير، من ناس متبرعين للكلى. عندنا بفلسطين الزراعه بتكون بس لدرجه اولى تبرع. يعني المرضى هون بيطلبوا انه يكون في بنك للاعضاء. بنك الاعضاء، نعم. اها، عشان يساعد عليهم عمليه الزراعه. طيب
طيب بديش أطول عليك كثير، ولكن كم ممرض تقريبا بيعمل في هذا؟ عندنا قسم الكلى 27 ممرض. كل ممرض له 4 مرضى. كل ممرض يعني الموضوع مش انه الواحد يغسله بس، لا يعني مش انه يغسل وخلصنا اكيد يعني كل ممرض بتابع 4 مرضى على الغسيل، لازم يكون موجود 4، لازم يكون موجود الممرض. نعم. طيب في شيء بتحب تحكيه او المرضى بيحبوا يحكوه قبل ما يعني ننتقل لموضوعات اخرى؟ في يعني شو رسالتهم؟ طبعا المرضى عندنا هنا بيعانوا من اشياء كثيره، من نفسيه وجسديه واقتصاديه. المرضى عندنا هنا يوم بعد يوم بيصل لمستشفى النجاح من مناطق مختلفه، من نابلس، من جنوب نابلس، من شمال نابلس، من شرق نابلس. احنا اخذنا مثال اليوم عن هذا الموضوع، اخذنا مثال هاي المحافظه عن هذه القضيه. بالضبط، المرضى يعني بحاجه لمواصلات يوم بعد يوم، وهذا يستنزف الموضوع المادي عندهم. يعني كل يوم بده مواصلات من جنوب نابلس لمدينه نابلس، رايح راجع مع المرافقين. فانت بتعرف مرضى الغسيل الكلى هنا عاطل عن العمل، ما في عنده مردود مادي، فبحاجة لمواصلات. بعد ما يخلص غسيل بضل تعبان لفترة معينة؟ نعم، يعني إلا يكون من سحب السوائل في جسمه وبنزل ضغطه، يعني المريض ما بكون شد حيله، بكون ضغطه نازل. طيب المرضى بيطلبوا إنه يكون في بنك الأعضاء، خلينا نحكي، من أجل إنه يكون في تبرع لهم، صحيح؟ مظبوط. طب في بعضهم حاول يزرع وما ما ما في مجال عندهم؟ في كثير مرضى بيحاولوا يزرعوا، ما بيلاقوا القرابه اللي هي الكروس ماتش بنسميها عنا بالغسيل، توافق الكليه او فصيله الدم او الاجسام المضاده، ما بتكون من قرايبه. مثلا لو في مثلا بنك اعضاء من حوادث سير من شيء، الا ما يكون في توافق، فهنا عندنا الصحه الا يكون من درجه اولى. اشكرك، شكرا استاذ نبيل. الله يسعدك، شكرا جزيلا لك. يعني الكلام هون نحاول أن لا نتحدث كثيرا، نحاول أن نشاهد، ولأن الصورة أبلغ من الكلام. من جديد مشاهدينا الكرام في مساحة حرة، ولا نريد أن نتحدث، نحن نترك الحديث لمن هم يحق لهم الحديث. الله يشفيك أولا. الله يسلمك يا رب، آمين. رحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حجة شو وضعي؟ الحمد لله رب العالمين، اللي 3.5 سنين بغسل، وعملت 5 قسطرات، 5 عمليات قسطرة، وركبوا لي 5 شبكيات على الأرض. عضلة القلب ما بسمحوا لها تفوت عملية زراعة. عملية الزراعة بتاخذ من 6 لـ7 ساعات أو أكثر، وأمي وضعها الصحي عندها هلأ عملية بتر للإجر، ولهلأ من 6 شهور لهلأ مش عارفين نفوت عملية، لأنه عضلة القلب كثير ضعيفة. يعطيك العافية. الله يعافيك. تغسلي؟ إلي 16 سنة. 16 سنة بتغسلي؟ الله يعافيك. كيف مدبري حالك؟ كيف؟ الحمد لله، أنا أصلي من كسرة، باجي مواصلات عبل ما أوصل لهم. يوم بعد يوم؟ يوم بعد يوم. يوم بعد يوم تيجي من بلد تاني عشان تيجي هون؟ أيون، يوم بعد يوم. كيف مدبري حالك؟ الحمد لله، أنا ماليش إلا أولاد، كلهم عندي، ما عندي بنات. أولادتي اللي قايمين فيي في البيت. النبي، انا سمعت لقائك كان يوم الجمعه، معيش كرت اتصل فيك واحكي معك. احنا جينا لك. احنا بنعاني، احنا عندنا هون كل يوم 150 واحد، الاحد والثلاثه والخميس، وفي ناس بتغسل السبت والاثنين والاربعاء، برضه كمان 150. فاحنا بنعاني، انه اول شيء انا بغسل، وثاني شيء اجري مقطوعه، وعيني ما بشوفش 100%، وعملت شبكيه لقلبي. أنا عندي معاناة، أول إشي أنا ما عنديش إلا ولد واحد، ما بقدرش كل يوم أجي أطلع 30 شيكل أجي من الضاحية لهون،
والله العظيم اقسم بالله. سنة بتغسل؟ اه انا مستحلي متبرع بزرع هون بالمستشفى. بقول لك ما في متبرع عندك؟ انا بدي متبرع ما مش ملاقي. امي لو انه بصح لها تزرع انا اول وحده بعطيها. وسالت الدكتور بسالني سعر. يا ريت لانه تعرف 16 سنه هذول مش قلال يعني. عشان 16 سنة كيف؟ المشاهدين الكرام والمستمعون حياكم الله من جديد. الكلمات الحقيقة تعجز عن وصف ما نشاهده. بدون أن نتحدث بمقدمات كثيرة، رأي الشريعة الإسلامية في موضوع الزراعة وزراعة الأعضاء وما هي الأدلة على جوازها وما هي الحرمات في هذا الموضوع إن كان هناك حرمات. سريعا جدا ننتقل إلى الأستاذ الدكتور محمد الشريدة، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة النجاح. حياكم الله وأهلا بك. الشريعة الإسلامية ماذا قالت عن موضوع زراعة الأعضاء كون أن هذا في حياة للناس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فمسألة زراعة الأعضاء مسألة مستجدة لم تكن من قبل. اختلف العلماء المعاصرون في حكم نزع وزرع الأعضاء سواء من جسمه إلى جسمه أو من إنسان إلى إنسان آخر أو من مسلم إلى غير مسلم. بإيجاز الراجح من أقوال العلماء جواز نزع وزرع العضو سواء في حياته أو بعد وفاته. وأيضا مسألة خلافية، هل يجوز لورثة الميت أن يتبرعوا بأعضاء من ميتهم بعد موته؟ أيضا هذه مسألة خلافية. يعني شو القضية في هذا الموضوع؟ يعني شو الخلاصة يعني في هذا الموضوع؟ الموجز يجوز أن يتبرع الإنسان لغيره في حياته بشرط أن لا يكون أن تكون العملية ناجحة وأن تكون هناك ضرورة ملحة وأن لا يسبب هذا التبرع بوفاة المتبرع. أيضا لا يجوز أن يتبرع إنسان بقلبه مثلا أو بأعضائه التناسلية. أيضا يشترط أن لا يكون هناك مقابل مادي لأن الإنسان يعني ما يكون في سلعة في الموضوع، ما في تجارة. نعم، أما كهدية كما يعني ما في مانع. طيب خلينا نحكي الأدلة على ذلك، هي موجودة في أبحاث دينية في الشريعة الإسلامية تحدثتم عنها. هي لا توجد أدلة من الكتاب والسنة لأنها أشياء حديثة، وإنما العلماء قياسا واجتهادا كثير من العلماء أباحوا وبعض العلماء حرموا، لكن مجامع الفقه الإسلامي في الحرمين الشريفين وفي الأزهر الشريف وفي الديار الفلسطينية المقدسة أباحت بشروط معينة. طب في خلينا نحكي اللي أنت حكيتها، هي الشروط؟ نعم، يعني مثلا كما قلت أن تكون العملية ناجحة، أن تكون ضرورة ملحة، أن لا يكون يعني نفترض أنا بدي أتبرع بيدي لإنسان ما له يدين، هو ليس أحسن مني. إذا كل حاجة تدرس لوحدها، لكن هو جائز شرعا، ما في مشكلة أنه يتبرع. نعم يجوز ضمن الشروط. بالعكس، وجوده بالنقص أقصى غاية وجودي بشرط أن لا تكون هناك تجارة مادية مالية. أيضا الميت لا يجوز أن نأخذ أعضاء من الميت إلا في حاجتين. الحاجة الأولى أن نتأكد أن قلبه توقف وأن تنفسه توقف، أو أن دماغه جذع الدماغ توقف نهائيا، لأنه أحيانا القلب يتوقف ومن ثم يعود، التنفس يتوقف. أما إذا توقف القلب والتنفس معا أو توقف جذع الدماغ اللي بيربط الجهة العليا من السفلى، إذا توقف الجذع
اصبح في هذه فيها اجر عند الله مثلا انه يعني من يتبع خلينا نحكي الاجر عند الله تعالى. طبعا الله يرضى عليك. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الاسير لا يكون مسلما، الاسير من غير المسلمين. انت تثاب ان احسنت للاسير الكافر، فمن باب اولى ان تحسن الى الناس اجمعين. وحسب معلوماتي صلاح الدين الايوبي رحمه الله داوى ريتشارد قلب الاسد، احد قاده الصليبيين في الحروب الصليبيه. اذا الانسانيه عند المسلمين. اما المحارب كمستوطن مثلا لا يجوز ان نشجعه على قتلنا. اما انسان غير مسلم مسالم يجوز ان نتبرع له، والمسلم من باب اولى. شكرا جزيلا. مشاهدينا نتابع ونكمل فيما يتعلق بهذه الحلقه من مساحه حره، ابقوا معنا. لك يعني معنا صعبة، وزي ما انت شايف مريض وتعبان، وكل يوم بعد يوم بنيجي بالهلال الأحمر بيجي باخدنا ساعة 8-7 بالضبط، بيجي باخدنا 11:30 بنروح كل يوم بعد يوم. قبل ما يخلص بنحكي مع الهلال عساس يجي ياخدنا، بده يعني ربع ساعة 10 دقايق. شو بتعملي انت هلا حاليا؟ هلا ضغطه عند المحل الابار، بنزل دم كثير فبضل ضغط احسن سيرونيدي. لو وجد حدا يزرع بزرع ولا بزرعش؟ لا ما بزرع، لانه هو عنده سكري وعنده ضغط وعنده كذا جلطه على الدماغ واجره مبتوره اليمين، ويعني تعبان كثير يعني ما بيقدر انه يزرع او حدا يزرع له يعني. الف سلامه اول شيء. الف سلامه. الله يسلمك. شو كم لك بتغسلي؟ إلي هاي السنة الثامنة. السنة الثامنة؟ طيب حاولت؟ بشكركم اللي في حسينا إنه في ناس واقفة معنا يعني، وحاسة فينا، فيش حدا مش عارفين حدا حاسس فينا. يعني أنا السنة الثامنة، يوم بعد يوم غسيل، يوم بعد يوم غسيل، ويوم يوم السبت كمان بغسل، وفيش حدا حاسس فينا. وبعدين أجرات الطرق صعب علينا، يوم بعد يوم بدك 40 شيكل زي يوم، كل يوم 40 شيكل. طيب حج بدي أسألك حجة، انه موضوع زراعه الاعضاء عندنا هون في عند الناس وعي فيها ولا ما حداش؟ انا رحت ازرع وبنتي بدها تحط لي، بعدين طلع عندي المناعه عاليه، قالوا لي بترجعي بس تروحي المناعه، وما رجعتش. خلص قلت خلص فيش نصيب. شو معاناه الناس اللي بحاجه لزراعه؟ شو معاناه الناس؟ كثير كثير يعني، لو بصحي لها تزرع الناس بتزرع، بس منين بدها تجيب كليه؟ منين بدها تجيب حق الكليه؟ منين شغلتين، حق الكلية أو العضو اللي بدهم إياه؟ أنا بنتي. وبعدين قلت لا أنا خلص يعني الحمد لله اللي الله كتب لي هيك، بديش أضر بنتي كمان تقوم تنضر لقدام شوي. أنت شو بتعملي هون؟ أنا مرافقة مع إمي. إيش بتعملي هون؟ شو عاملة؟ ماسكة الشنط بعد ما خلصت غسيل. بلاش ينزل الدم خلينا نحكي؟ بلاش يفيض الدم، وهذا بخاف بمسكها ربع ساعة. هيك بضل؟ بضل ربع ساعة، وطول الطريق بضل إحنا مروحين ماسكيتها. طيب شو الناس اللي بيشوفوكم حاليا في موضوع زراعة الأعضاء، البعض بيستهين فيه؟ البعض بيستهين فيه، والبعض بيشجع إنك ما تزرع، والبعض بيشجع إنك تزرع لنا. طيب شايف عند الناس ثقافة في هذا الموضوع؟ مش كلها، مش كل الناس اللي بتحب هذا الإشي. أنا لما أجيت أزرع لأمي إشي يقول لي لا ما تزرعي لها، بسحبوا لك دم من ظهرك، بسحبوا لك أبصر إيش، وأنا ما خ... يعني فيش ثقافة عند الناس في هذا الموضوع. طيب حاجة شو بتحكي للي بيشوفوكي؟ اللي بشوفوني الله يعطيهم العافيه يعني، واحنا بنتعب. انا بروح هلا بروح انام، ضلي تعبانه طول اليوم، لا بكره لا اصحصح زي الناس. وبعدين لا بنطلع ولا بنروح، يعني حياتنا كلها تغيرت بالغسيل. يعني انا اول ما غسلت خلاص اللي بغسل بموت، ما عنديش فكره على الغسيل بقيت، والحمد لله رب العالمين، وبشكركم كثير. انا شكرا يا حجي، شكرا لك. غسيل جد صحيح. الله يعافيك يا ربي. الغلب رواح بالجان والقعدة هذه يعني كثير بنتعب. لو لاقية تزرعي بتزرعي؟ بتتريحي من هاي الغلبة؟ بنزرع، بس
بس فيش أمل. ما في متبرع متطابق خليني أحكي. ما فيش. وأنا معاي سكر زمان صري، ما بعرف إذا بزبط. طيب شكرا يا حجة. شكرا. يعطيك العافية يا حجة. الله يعطيك العافية. والله يشفيك يا رب. الله يطول عمرك. حج اللي بيشوفوك أول شيء، يعني أنا خجلان بصراحة أعمل معك مقابلة، بس بهمش بدك تتحمليني. شو بتحكي للناس اللي بيشوفوك في موضوع إنه بدكم تزرعوا ومش عارفة تزبط معكم، فيش حدا متبرع، فيش كذا، شو بتحكي؟ والله شو بدي أحكي، مش دايما معاه، ما هي ألوف حكا، من الصعب من الواحد ما معوش المبلغ اللي بطلبوه الدكاترة وإشي، بس والحمد لله هاي بنيجي وبنغسل وبنروح الحمد لله. طيب حجة كل كم بتغسلي؟ كل يوم بعد يوم. يوم بعد يوم؟ طيب كم سنة لك بتغسلي، أو كم لك بتغسلي؟ اللي بيجي 10-12 سنة. كل يوم تغسلي؟ كل يوم؟ كل يوم بعد يوم. يوم بعد يوم. كم الجلسة بدها؟ هاي جلسة واحدة. يعني كم مدتها الجلسة الواحدة؟ ثلاث مرات في الأسبوع. لا، 4 ساعات مدتها ولا كم مدتها؟ لا 4 ساعات. طيب حجة اللي بيسمعوكي واللي بيشوفوكي هلا، شو بتحكي لهم حجة في موضوع زراعة الأعضاء، وإنه في مش أنتم مش لا أنتم مش عارفين تجدوا حدا يزبط معك؟ لا الحمد لله، خلص إحنا تريحنا والحمد لله، يعني ما حدا لا بغصبنا ولا بنغصبه، الحمد لله على كل حال. حج إيش هذا اللي في إيدك هون؟ هذا شو ما يطب في إيدي بصير إزرق عشان من الدم. إيش اللي هون؟ شنط. حدا صابني في إيدي، حدا هذا هيك بصير عشان من الدم ميع بصير إزرق بدي. شو بتعمل هون بعد؟ هسه احنا بنخلص جلسه الغسيل للحجه، طبعا هي بتيجي يوم بعد يوم 3 ساعات ونص لاربع ساعات. بعد ما نخلص بكل مريض بيكون له اكسس او وصله وريديه من خلالها هو بيغسل المريض. طلع عليها سريعا بس بصير بس هاي ايش الوصله هاي اللي هون؟ هي الوصله هي بس للكاميرا خليها شو بس بسرعه بس هيك سريع. هاي الوصله بيعملها المريض عن طريق عمليه جراحيه، بوصل فيها الدكتور الشريان مع الوريد، من خلالها الشريان باخذ الدم للماكينه بنظفه، وعن طريق الوريد بيرجع لجسم الانسان لقلبه حتى بعد ما يتنظف. مشاهدينا الكرام حياكم الله من جديد، ونتابع في موضوع زراعة الأعضاء والثقافة في ذلك ومعاناة هؤلاء الناس. أخذنا اليوم مرضى الكلى كمثال. يعطيك العافية. الله يعافيك أخي هلين. إن شاء الله الله بشفيك. الله يسديمك. الله يسعدك حبيبي. الحمد لله. صلي أربع سنين ما زرعتش؟ لا ما زرعتش والله، ما أجندش مقابلات عندهم، فيش مقابل يعني. لو في كلى متطابقة بتزرع؟ أي نعم بزرع. معناتنا الحمد لله احنا وصلنا لهالمرحلة يعني، ومش انه خلصنا يعني، خلاص الحمد لله رب العالمين ومبسوطين يعني، مش وصلنا انه مرض خلاص. بشتغل الحمد لله رب العالمين، وكل اشي بشتغل وبروح وباجي بقعدش، وكل اشي طبيعي عندي يعني الحمد لله. الله يشفيك. الله يخليك حبيبي. الله يسعدك. حياك الله. يعطيك العافية. عافيك الله يسعدك. الله يرضى عليك. الله يسعدك. شو وضعك؟ منيح الحمد لله. لي سبع شهور. سبع شهور جديد يعني؟ جديد. منيح الحمد لله. زراعي ولا شو؟ لا والله مش فكر لسه. ليه؟ هيك انا غلط يعني، كثر الدواء خرب الكلى عندي. شو خلص؟ خلص بقول خلص هينزرع. شو من العمر ضايل. وحدي الله مالك. لا 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 وحدي الله وحدي الله. ايش وضع؟ انه مثل خير ولا شيء، انه هي يمكن هي فكرنا انه نزرع لها، انه كمان انه حدا من اهلها يتبرع لها، بس هي دمها او سالب، ولا حدا من اولادها انه او سالب يعني. ايوه اهم شيء تطابق، اهم شيء فصيله الدم تكون متطابقه، وهي دمها ما حدا من العائله نفس دمها. لو في يعني خلينا نحكي، لو في كلى تتطابق بتزرعوا؟ اكيد اكيد يعني، اول يعني اهم شيء انه تكون كلى متطابقه يعني،
اكيد رح نتبرع. يعني ايش حكيتي؟ بقول يا ريت في حدا يتبرع. بنزرع بنعمل فيش تبرع يعني، كمان ان شاء الله في تبرعات زيد ان شاء الله بصير. الله يشفيك يا رب. الله عليك ويجبر خاطرك. الله يخليك. لك زمان بتغسلي؟ اللي بيجي 8 شهور من شهر 2، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كل يوم بعد يوم تيجي؟ والله كل يوم بعد يوم. شو وضع اللي بيغسل؟ والله الحمد لله يعني بتعب. بتعرف ان انا شغال 4 ساعات وبتعب الواحد، بس الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله الحمد لله. شو بدنا نعمل؟ شو بدي اسرع؟ انا بيجي 75 سنة عمر، شو بدي اسرع؟ ما ضل ما يجر في القبر وجر برا. ليش لساتك صبية؟ لا الله يرضى عليك، يجبر خاطرك يا رب. الله يرضى عليك، يجبر خاطرك. بعين الله، بعين الله. الله يرضى عليك، الله يجبر خاطركم يا رب. الله يجبر خاطرهم الممرضين والممرضات والدكاترة وكل اللي مسؤول عن المستشفى. شكرا. الله يجبر خاطرهم. يعطيك العافية. أهلا أستاذ معاذ، الله يعافيك، الله يحفظك جميع إن شاء الله. يعني 2 تقريبا. الله يكون بالعون. برضو تكفير سيئات، الله اعلم شو عاملين. احنا في زماننا هذا كله تكفير سيئات. واحد الله، واحد الله. ما انا بقول لك يعني هذا بخفف علينا في عذاب القبر ان شاء الله. لا اله الا الله. تفائل 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 تفائل. نعم لا طبعا متفائل، ولا هي ضحكت من الذان للذان. طيب مش متفائل. لو لقيت ايش بتزرع ولا ما بتزرع؟ والله شوف انا يعني ازرع، اقول لك ازرع او ما ازرع، ما بزرعش لانه مش من حقي اخذ من كلي من 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 شخص اخر. انا كان ابني بده يتبرع لي، بس اذا الله يعني اللي اعطاني اياه اخذه، شايف؟ ليش انا اخذه من غيره من غيري؟ كم لك بتوصل؟ انا الي 10 اشهر. جديد يعني؟ جديد. طيب موضوع زراعة الأعضاء عند الناس وهذا، لو صح لك تزرع بتزرع؟ والله في ناس شجعوني وفي ناس ما شجعوني على شغلة الزراعة. طيب في معاناة للي بيغسل؟ يعني مش كتير مش كتير، بس في تعب خاصة لما بنخلص غسيل. نحس بتاع سن ونص. سن ونص الحمد لله ماشي تمام. ماشي تمام الحمد لله. فيش لا ما بدها إمكانية، وبدها من جميع الطرق. بدها يعني الزراعه انت بتعتبرها انها بدها امكانيات ماديه؟ بدها امكانيه، وعندنا مع ناس امكانيين نعمل اي الشغلات. بدها فلوس، بدها امكانيه، وبدها متبرعين، وبدها يعني انت مع انه يكون في بنك للاعضاء في البلد يعني؟ لا مع الناس معني، بس ما فيش الا اي الشغلات. يعطيك العافية حجي. علي الله يعافيك. الله يحكيمك بالسلامة. الله يسلمك. شو وضعك يا حجي؟ أنا لي 6 سنين بغسل، وأنا الحمد لله رب العالمين. بدي حاولت أعمل يعني زراعة كلوة، كلوة ما بتقدريش. مش تطابق؟ بقدرش لأني معي عملية كلب مفتوحة عمل أخرى. كلب ما بتقدر يعني. ولا كان بده يتبرع لي ابني. أنا من دويكات. الله يحييك. الله يسلمك والحمد لله. الله يعطيك ألف عافية. عافيك. شو سمعتك بتحكي قبل شوي ملاحظة هيك مهمة، شو اللي حكيته؟ إحنا عم بنطلق علينا اسم الأحياء الأموات، لا بنشتغل ولا بنعتمل، وما الناس كلها طفران يعني أغلبها. في ناس بتيجي من القرى بتدفع 100 120 شيكل أجر مواصلات،
في قبل فترة أقروا الضمان الاجتماعي للناس المواطنين العاديين، بس إحنا مش مواطنين عاديين، إحنا أموات. يعني المفروض يصرفونا معاش، منين ناكل، منين نشرب الناس، منين ندفع إيجار مواصلات، منين نجيب، ما في إذا هذا زلمة طوع إجره، ما حداش بيشغلنا كمان، لأنه إحنا بنطلع من الغسيل عندنا عدم توازن. عدم التوازن ليش؟ لأنه الأدوية اللي بحطونا إياها إن شاء الله زيها، والسحب اللي منسحب من جميع جسمنا، طلعنا يعني كمان من هاي يعني أنا بده الشغل، لو أنت عندك مصلحة بتشغلنا، لا مش صالحين الشغل، المفروض يستصمون معاش. وبتحكي كمان على القضاء، يعني زي هذا الشاب، هذا الولد الصغير هذا، هذا أبدا من ينظر على القضاء. يعني في ناس هالشباب الصبايا في بيحكوا لي في 5 سنين وفي 6 سنين ناس هون، في 8 سنين. هذا الولد الشاب هذا طاهر العمودي صار له 5 سنين بيغسل، اليوم عمره 13 سنة، يعني هو 7 سنين بيغسل. أقرت الحكومة كمان مشروع القضاء، طب الناس كمان يطرحوا على الناس، ما في ما مشيش إن زي هذول الشباب الصغار طلعوهم برا يزرعوا لهم، يصرف للناس معاشات، يصرف للناس، يعني شوف وضع الناس هاي. يعني أنت بتطالب إن موضوع الضمان الاجتماعي يشملكم أنتو، أهم إشي أول يشملنا إحنا وعلى السريع. أنا كمان يعني العفو، في ناس من قرى بتيجي، والله ما معها أجار مواصلة، بتشحدوا الشحدة، بقى بيشحدوا الشحدة لأن ما معهم. هذا عمي، هذا إحنا كل يوم بعد يوم في عنا غسيل، كل يوم بعد يوم في غسيل، وهذا مواصلات، بيجي طلبات من القرى، بيجي طلبات، في ناس تدفع 100 وفي 120 وفي 90 وفي 80، في تفاوت يعني على لا. يعني هذا الحكي المفروض الرئيس يطلعنا أصلا هذا البرنامج انعمل عشان هيك، يعني سيادة الرئيس بعد ما أقر هذا الموضوع وكان هذا طلب من أجل نبرز معاناتكم. طاهر عمودي، طاهر عمودي بتغسل يا طاهر؟ حاطين لك هون شنط؟ هيو في هون شنط، وكان عندي برابيش بصدري. وين صدره؟ وين برابيش هون كان؟ كان في وكان في هون. وعمل قديش لك بتغسل؟ قديش لك انت بتغسل؟ بشهر 3 بصير 8 سنين. 8 سنين؟ قديش كان عمرك انه بلشت تغسل؟ 6 سنين. الله يشفيك يا رب. طب خليني اسالك، بالمدرسة انت؟ شاطر؟ يعني ليه؟ هو باجي هون وهيك والظروف. اللي بيشوفوك هلا انه في ناس بتحاول انها تزرع، انت عارف شو معناته انه الواحد يزرع؟ عارف شو مع شو 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 شو, شو معناها؟ معناها انهم ببدلوا كل الكليه الخربانه بكليه جديده. يعني انت عارف هذا الحكي؟ طيب لو صح لك تزرع وكان بزبط معك بتزرع؟ ليش لا. طب كيف امك وابوك؟ الحمد لله منيح. معنوياتهم كيف؟ الحمد لله. وانت كيف معنوياتك؟ شلون الاجتماعية توقف جنبنا على القليلة؟ فهمت مني كيف؟ عثبت مصروف ذاتي لو يعني بيقول لك يعني غير المواصلات. هون الناس بدها كل يوم مواصلات صحيح؟ طبعا كل يوم، كل يوم بدها مواصلات، روحة جاية وحالي، فهمت مني؟ ولأنه شيل بقدرش يشيل، يعني كيلو 2 كيلو ممنوع يشيل بإيده اللي فيها أكشن. مشاهدينا الكرام حياكم الله من جديد، ولازلنا نتابع معاناة المرضى الذين بحاجة إلى عمليات زراعة. أخذنا مثالا مرضى الكلى الذين هناك قصص حقيقة لا نستطيع أن نرويها لكم لأنها جد صعبة، ولا نريد أن نحول البرنامج إلى شيء عاطفي فقط، إنما نريد أن نتحدث عن معاناة دون زيادة أو نقصان. هذه المعاناة لا تزال مستمرة. هل هناك أمل بموضوع الزراعة؟ هل هناك أمل بأن يعي كل فرد فينا أهمية موضوع الزراعة لكي ننقذ هؤلاء ولكي نتأكد أنهم سيعيشون حياة كريمة لاحقا؟ دعونا نتوجه بهذا السؤال إلى البروفيسور سليم الحاج يحيى،
مدير مستشفى نجاح ورئيس التنفيذي له، والجراح أيضا المعروف. حياك الله بروفيسور سليم، وشكرا لك ولوقتك. شكرا لك. شكرا لك على يعني ما قدمتموه. بروفيسور، دعنا نتحدث بصراحة، هناك معاناة حقيقية. نحن رأينا أطفال عمره 5 سنين 6 سنين 8 سنين بيغسلوا هون في يعني، ورأينا ناس كبار يعني في 20 من العمر، في 60 في 70 وهكذا. يعني هذا المرض مش محصور على فئة معينة، الكل معرض أن يتعرض لما تعرض له هؤلاء. صحيح. أو لما أصيب له هؤلاء. صحيح. موضوع الزراعة دكتور، ركز على هذا الموضوع، وين وصلنا في موضوع الزراعة في بلادنا؟ أول شيء موضوع الزراعة هو موضوع جدا مهم، يا طبيا يا علميا وإنسانيا، يعني من الثلاث نواحي. طبيا مهم جدا لأنه مثبت علميا على مدار خبرة 20-30 سنة في مجال الزراعة، إنه زراعة الأعضاء بتنقذ أرواح وبتطول عمر المريض، بتعطيه على الأقل فرصة أفضل في جودة حياة أفضل. هذا الإشي صحيح في مجال، خاصة بمجال زراعة الكلى وزراعة القلب، وصحيح بزراعة الرئتين وزراعة الكبد. في بلادنا وين إحنا حاليا يعني وصلت موضوع الزراعة، وشو الزراعات اللي نجحت؟ خلينا نحكي قبل ما نحكي الموضوع الخطط، خاصة إنه الحديث الآن يدور عن ثقافة التبرع بالأعضاء وثقافة أيضا بنك أعضاء. بنك صحيح يعني. واحدة من يعني في فلسطين لحد قبل سنتين أو ثلاثة موضوع زراعة الأعضاء كان موضوع للأسف مهمل جدا. واحدة من أوائل الشغلات اللي عملناها في بداية رجوعنا لفلسطين هو تأسيس لجنة من في كلية الطب في جامعة النجاح والمستشفى الجامعي، اللي قمنا في إعادة تقييم لموضوع زراعة الأعضاء وإعادة تقييم لموضوع القانون واللجان اللي بترعى موضوع زراعة الأعضاء، ورفعنا التوصيات. نعم. سيادة الرئيس، من ناحية الرئيس أقر هذا القانون وهذا المرسوم عظيم. إسا من ناحية إحنا من ناحية قانونية لأول مرة إحنا بفلسطين، وبفضل هاي الجهود جميعا مجتمعة، إحنا في وضع قانوني اللي بسمح لنا إنه نأخذ أعضاء من المتبرع اللي هو عنده موت دماغي. المتبرع عنده موت دماغي ممكن إنه يتبرع في لا يقل من 10 إلى 15 عضو. أنت سبقتني بالسؤال، شو هي الأعضاء اللي ممكن إنه يتم الاستفادة منها؟ طبعا شرعا مسموح يعني قبل. تخيل إنه مريض واحد ممكن ينقذ حياة 15 مريض. شو اللي ممكن يتأخذ؟ في عنا قرنيتين ممكن يساعدوا مريضين، في عنا كليتين ممكن يساعدوا مريضين، في عنا رئتين ممكن يساعدوا مريضين، في عنا قلب ممكن يساعد مريض، في عنا بنكرياس، الأمعاء الرفيعة تنزرع اليوم كمان، فإن الكبد ممكن يزرع منزرع يساعد أكثر من مريض حتى. الإمكانية للمساعد هي لأكثر من 10 مرضى. فتخيل أنت في عمل إنساني واحد عمل خير، صدقة جارية واحدة، عائلة تقدر أنه تنقذ 10 مرضى في يوم واحد من مريض واحد. احنا ما بنسميه مريض لانه او من شخص واحد، من متوفي واحد، لانه حتى لو انه قلبه بنبض، اوكي، حتى لو قلبه بنبض احنا بنعتبره متوفي اذا كان الشروط العلميه لتحديد الموت الدماغي متوفره. وهون بتيجي ثقافه التبرع. بروفيسور، التبرع بالاعضاء في هذا موجود عندنا يعني نحكي صراحه، موضوع التبرع بالأعضاء هذا موجود عندنا. إحنا اليوم أخذنا مثال الكلى، هو في القلب، في الرئة، في البنكرياس، في الكبد، وكل كل كل هاي الأشياء. مو هذا إحنا شعب معطاء، يعني إحنا شعب معطاء، يعني إحنا بنعطي دم لما في حاجة، ونعطي روحنا ونعطي شهداء. يعني ما في أي منطق، يعني ما في أي منطق إنه ما يكون عندنا كمان تبرع في الأعضاء. ولكن اللي بنقصنا هو هي مش قضية الثقافة، الثقافة موجودة، بنقصنا نظام واضح للتبرع. يعني سيادة الرئيس أقر هذا المرسوم وهناك تبعات له. موضوع بنك الأعضاء، باعتقادك إنه هذا الأمر
وين وصل؟ طبعا وزارة الصحة بتتابع، مشكورة، الرئاسة، الجهات العلاقة كلها عم بتتابع هذا الأمر. دولة الدكتور رامي ورئاسة الوزراء ومجلس الوزراء طلب من مع الوزير انه يعملوا ياسسوا لجنة عليا لتنظيم زراعة الأعضاء. انا بديت استعدادي للمساعدة من واستغلال خبرة 20 سنة وكاستشاري للحكومة البريطانية في هذا المجال، يا انه نطور هذا المجال، نطور هاي اللجنة، ننظمها، ننظم عملها، يكون في منسقين ومنسقات لزراعة الأعضاء في كل مستشفى ومستشفى. احنا اليوم بروفيسور أخذنا اللي هو أنتم هون أخذناكم كمثال لما المناطق شمال الضفة الغربية كلها. في الحلقة القادمة إن شاء الله راح نحكي مع وزارة الصحة، مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الصحة، لأنه هذا مهم جدا. راح نحكي مع معالي الوزير، راح نحكي مع كل النقاط. الحقيقة اليوم حبينا ناخذ المعاناة اللي بيعانوها هذول الناس ونحكي مع حضرتك. معاناة كبيرة، يعني المعاناة اللي موجودة هون يعني ما حدا بيقدر يحس فيها قدنا، لأنه احنا عايشين معاناتهم يوم يوم. أبرز هاي ملامح هاي المعاناة، أبرز ملامح هاي المعاناة لما أنت بتشوف في خاصة أطفال اللي في عندهم فشل في الكلى وفشل في القلب، مرضى. أنا بيجيني مرضى اللي بدهم زراعة رئتين، في عندي تقريبا 25 مريض اللي بنتظر زراعة قلب وزراعة رئتين. عندك الآن 25 موجودين بس على القائمة، وأنا متأكد إن لو نفتح الأبواب بصيروا 4 أضعاف. تخيل إنه قائمة الانتظار اللي كانت عندي في غلاسكو في بريطانيا كانت 10 مرضى. طب ليش عندنا في ليش هناك 10 وهون عندنا؟ لأنه هناك المتابعة والتشخيص المبكر بيساعد أكتر إنه ما يوصل لهي المرحلة. وهون للأسف إحنا في عنا مرضى اللي تشخيصهم كان متأخر اللي أدى إلى تراجع في وضعهم، وما في إشي بيساعدهم غير الزراعة. قبل شوي كان يحكي مسؤول التمريض إنه تقريبا كل أسبوع أو كل شهر يعني في عنده زيادة 12 مريض. يعني صحيح، وفي هاي في زراعه في الرئتين في الكلى لسه الوضع اصعب، والسبب هو انه احنا ما في عندنا طب عائلي، ما في عندنا طبيب عائلي اللي يرعى المرضى هدول اول باول قبل ما يوصل لمرحله الفشل الكلوي التام. ما في متابعه حثيثه كافيه لمرضى السكري لنضمن انهم السكر عندهم منتظم متوازن، ضغط الدم منتظم متوازن. يعني كل التدخين. هاي المعاناة. طيب بروفيسور، كل هاي المعاناة، ذكرت موضوع التدخين، انت راح تزعل بعض المدخنين او اللي بدخنوا، التدخين له دخل؟ يعني كله له دخل، كله هاي عوامل مساعدة. يعني ما في عامل واحد اللي هو بحد ذاته لحاله بوصلنا لهي النتيجة. اما لما مريض عنده سكري وعنده ضغط وعنده سمنة وعنده كوليسترول وكمان فوق هذا بدخن، هذا أكيد بده يكون عامل مساعد. وإذا حتى هو ما بدخن بده يروح يقعد في بيت ويجي عنده كله مدخنين، تدخين سلبي. تدخين سلبي. إحنا راح نحكي إن شاء الله مع وزارة الصحة في الحلقة التي بعدها من أجل المتابعة بشكل موسع. في أي ملاحظة بتحب تحكيها بروفيسور فيما يتعلق بهذا الموضوع، موضوع زراعة الأعضاء، وللناس وللجهات ذات العلاقة، خاصة يعني بعد مرسوم سيادة الرئيس؟ يعني إحنا على استعداد تام إنه نقدم تطوعاً وتبرعاً وإنسانياً أي مساعدة ممكن من خبرتنا في هذا المجال، إن كان شخصياً ولا إن كان كمؤسسة جامعية اللي عندها البنية التحتية. يعني مثلاً في مجال زراعة القلب والرئتين والكلى، إحنا على استعداد تام انه من بكره، مش من اليوم، مش من اكثر من اليوم، مش من بكره، انه نعمل زراعه قلب طبيعي او نعمل زراعه رئتين. من ناحيه القدرات الفنيه وقدرات الفريق والبنيه التحتيه ما في اي مشكله نعمل حتى زراعه رئتين. على فكره زراعه رئتين مش متوفره في الشرق الاوسط كلياته. يعني احنا ممكن فلسطينيا احنا بنقدر نعمل زراعه رئتين، احنا بنقدر من اليوم نعمل زراعه رئتين اليوم مش بكره. فنيا وطبيا ما عندنا مشكله نعملها، بالعكس عندنا خبرات، عندنا الخبرات الاكبر. فيش عندنا متبرعين؟ هي المشكله هون في المتبرعين، انه يكون في نظام واضح للتبرع. وانا يعني بوعد وملتزم بوعدي
انه اذا بيكون في التنظيم الكامل من ناحيه اللجنه, لجنه وزاره الصحه, وفي الدعم من وزاره الصحه, وفي الدعم من الرئيس, وفي الدعم من دوله رئيس الحكومه, انه بوقت قياسي انه يكون عندنا افضل برنامج زراعه اعضاء وعلى راسها زراعه قلب ورئتين وكلى وكبد في الشرق الاوسط مش بس في 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 المنطقه. شكرا لك بروفيسور على هذا الاستقبال, وشكرا لك مره اخرى. مشاهدينا الكرام, بهذا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقه من مساحه حره عبر تلفزيون فلسطين. شكر جزيل للطاقم جميعا الحقيقه اللي تعبوا معنا اليوم, وشكرا للمرضى الذين احنا غلبناهم اليوم. حاولنا نوصل جزء من هذه المعاناه, حاولنا نكون ناجحين شوي في إيصال هاي المعاناة, في إيصال هاي الرسالة. ما تتخيلوا كم حجم الضغط النفسي اللي بيكون على اللي بيشوفهم, ما بالك على هؤلاء الناس, هؤلاء جبابرة. لولا رحمة رب العالمين ما كان إشي ثاني. بلادنا إن شاء الله أنها بتضل مباركة, وإن شاء الله أنها الجهود بتفلح في كل شيء. الحلقة القادمة إن شاء الله رح نواصل الحديث في هذا الموضوع مع وزارة الصحة ومع مرضى آخرين. في الختام لكم تحيات المخرج صهيب حسين وفريق العمل اللي راح تظهر أسمائهم, ولكم تحياتي معاذ الشريدة. نلتقيكم بإذن الله تعالى, إلى اللقاء.